اهلا بكم مره اخرى وبرنامجكم الاهلي خط احمر اللي انا بداته من اول الحلقه وانا بقول ان تخدعني مره فعار عليك، اما ان تخدعني مره اخرى فعار علي. انا الحقيقه عايش في خدعه كبيره جدا جدا مع التحكيم المصري. انا اتكلمت هنا من اول ما تم دخول الفار روم ومع نهايه الموسم اللي الاهلي فاز بيه ببطوله الدوري بفرق كبير جدا عن اقرب منافسيه، وكان الصراع على المركز الثاني ما بين الزمالك وبيراميدز، وطلعت وقلت بوضوح اللي يقول لك التحكيم المصري بخير بيخدعك، وقلت ان التحكيم المصري والله العظيم ما بخير، وفي كل مره بكررها، كل مره بكررها لان ده الواقع. انا نفسي التحكيم المصري يكون افضل تحكيم موجود في العالم، بس هو اصلا فين من العالم؟ التحكيم المصري فين من العالم؟ كل مره بنيجي عند اخطاء وبنقعد نتكلم لدرجه ان احنا بدانا نمل، المشاهد بدا يزهق، مفيش اي حاجه جديده بيتم تنفيذها. خلصنا من الكابتن عصام عبد الفتاح وتبريراته، جا كلاتنبرج، اختلف كلاتنبرج عن عصام عبد الفتاح وتبريراته، قال لنا ايه؟ قال لنا لكم طرد في مباراه الاهلي وغزل المحله نتيجه تدخل اوريك على اكرم توفيق، ولكم ركله جزاء ايضا نتيجه عرقله لاكرم توفيق، والقصه باختصار شديد ان ده التحكيم المصري فاحنا كسبنا. طب والاخطاء دي؟ لا بعدين ان شاء الله. فيجي الكابتن امين عمر والكابتن سيد شعبان يمارسوا معانا كل ممارسات التحكيم المصري. انا بقيتش عارف اسقط الضوء على حكم زي اول سنه فار، فكنت اقول لك ده طارق مجدي منور معانا النهارده. الحقيقه التحكيم المصري كله منور معانا، مفيش حكم دلوقتي بيجي يتحدد لمباراه طرف الاهلي طرف فيها الا ولو وقعه افقدت النادي الاهلي نقاط، ده على الاقل وقعه، لكن كل مباراه بيبقى فيه اخطاء تحكيميه، سواء انت فايز او انت زي ما تعادلت امام فيوتشر. اتكلمنا واحنا فايزين على الداخليه وقلنا كان في هدف الداخليه اصلا المفترض يكون في تدخل من حكم الفار عمرو الشناوي او حكم الساحه امين عمر، واتحسب علينا هدف بعد ضرب لاكرم توفيق نزف من وجهه وهو بيلعب الاوت، يعني ده مباراه كسبانها. الكلاتنبرج نفسه اتكلم عن مباراه غزل المحله اللي انت فزت فيها، فقول لي امتى التحكيم المصري مش هيبقى في اتجاه واحد؟ امتى التحكيم المصري لما يجي يغلط يغلط ضد منافسين للنادي الاهلي؟ ليه دايما الغلط رايح لسكه النادي الاهلي؟ هل ده صدفه؟ هل كل التكرارات دي صدفه؟ خلينا نروح لمباراه الامس اللي اكيد اكيد مش جايين بنتكلم عن التحكيم على اساس نحط شماعتنا عليها، احنا اتكلمنا في الفقره الاولى عن اننا استهترنا واستسهلنا المباراه، فكان العقاب ده وعلى اللعيبه والجهاز الفني ان هم يقاتلوا فيما هو قادم من المباريات عشان ما يكرروش سيناريوهات ماضيه، وقلنا في البدايه وبنقول تاني وبنكرر اعتبر التحكيم المصري ضدك. التحكيم المصري انت مشترك في باقه، لو خدت حقك هتاخده مره واحده بس، عارف انت كده لما بتيجي الباقه قنوات يقول لك خد الباقه البرونزيه، ثلاث قنوات، الباقه الفضيه، الباقه الذهبيه، الباقه الماسيه، احنا تقريبا مشتركين في الفار في الباقه البرونزيه، لو خدت حقك يبقى مره. شكرا، هل مره بقى في المباراه ولا مره في الموسم؟ لان اللي حصل معانا في فيوتشر الطرد اللي حصل لعمر كمال عبد الواحد دي المره اللي انت مشترك فيها الباقه البرونزيه. الباقه الماسيه بقى ممكن يجيب لك بقى ركله جزاء مش ركله جزاء زي ما في فرق اخرى مشتركه في الباقه الماسيه لتقنيه الفيديو، لكن امبارح ركله جزاء لعلي معلول واضحه شديده الوضوح، مش محتاجه انك تقف عندها، لكن الفار ما وقفش عندها. تعالوا نشوف راي الكابتن احمد الشناوي في ركله جزاء لعلي معلول لم يتم احتسابها من قبل الحكم الساحه امين عمر وحكم تقنيه الفيديو سيد شعبان. خلينا نقول على حاجه، الحاله اللي انت هتشوفوها دلوقتي هنا دي يعني الخطا موجود، فاول موجود، ماليش دعوه انها جوه منطقه الجزاء او خارج منطقه الجزاء، كونه لعب الكره كان شوف اللاعب عمل ايه بعد كده. بص بقى يلعب الكره علم، بص الرجل فين داخله في قدم اللاعب. انا يعني عايز اقول على حاجه، الفار لازم كان يناديله في لعبه زي دي، لازم يناديله يقول له تعالى شوف اللعبه دي، دي ضربه جزاء يا كابتن، اه جوه منطقه الجزاء، ركله جزاء، ضربه جزاء، اه داخل منطقه الجزاء، طب ركله الجزاء مفيش فيها يعني. ركز بقى معايا عشان احنا مش عايزين نروح لسكه ما احنا جالنا ركله جزاء في الدقيقه الاخيره وضيعناها، مش هقول لك بقى الظروف النفسيه لتسديد ركله الجزاء وانت متقدم 1-0 مختلفه تماما عن الظروف النفسيه وانت متعادل 1-1 وبتلعب ركله جزاء في الثانيه الاخيره او في الدقيقه الاخيره، اعتقد الامور هتبقى مختلفه بشكل كبير جدا. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا وحش وما عنديش لعيبه بتسدد ركلات جزاء، انت دورك تعمل ايه كحكم؟ تديني ركله الجزاء وانا هضيعها، مالكش فيه، مش قصتك ومش شغلتك، انت شغلتك انك تحسب لي ركله جزاء. الكره دي اصلا يعتبر فيها ركلتين جزاء، ركله علي معلول وبعدين راحت لشادي حسين وعرقله. عارف الكره دي لو في مباراه
لون التيشيرت مش احمر الحكم كان هيصفر ركله جزاء. اول حاجه يعملها، اسمع مني بقى، لو هي مش ركله جزاء حتى هيصفر ركله جزاء. انا عملت ايه؟ امنت نفسي، وتعالى بقى يبقى هات لي للفار يجيب لي لقطه ما فيش فيها احتكاك او ما فيش فيها التحام، الفار مش هيعرف يجيب. اتحسبت ركله جزاء، خلصت القصه. هيطلع خبير التحكيم يقول لك ايه؟ ركله جزاء والفار ما قدرش يتدخل. ليه؟ لاصل الفار ما عندوش صوره توضح، فالحكم اللي داخل ارض الملعب شايف اكتر من الفار. ما سمعناش التحليلات دي قبل كده في مباريات منافسين، سمعناها وهنسمعها كتير. فدي ركله جزاء غير محتسبه. الكابتن سيد شعبان ده اللي انا في مره من المرات من سنتين في ماتش الزمالك وواد دجله لما كنت طيب، حسب ركله جزاء للزمالك في الدقيقه 88 ما شافهاش غير سيد شعبان. كانت لمسه يد على حسام عرفات ان لم تخن الذاكره في ركنيه لما كانت مباراه في الاهلي والسلام. نادي الزمالك لم يعترض، لعيبه الزمالك ما شافتش عشان تعترض، سيد شعبان فقط لا غير اللي فوجئنا وقف يا عم المباراه في ايه؟ قال لك تعالى ده في ركله جزاء لنادي الزمالك. اه ضيعها عبد الله جمعه وقتها، لكن قلنا يا سلام هو في تحكيم فار بالشكل ده؟ ان اساسا بدون اعتراض وبيوقف وبيشوف. جالنا سيد شعبان عمل ايه؟ في مباراه غزل المحله الشهيره الموسم الماضي اللي اتغلبنا فيها 1-0. كان مساهم مع محمد معروف انه ما يحسبش ركله جزاء لمحمد هاني، ما يطردش محمد فتح الله مدافع غزل المحله في الدقيقه 46 اللي هي الدقيقه الثانيه من الشوط الثاني، وخسرنا مباراه. ده اللي بيحصل مع التحكيم المصري، عينه بتبقى عيون صقر لصالح منافسين، وعندنا مش عارف ازاي اقول عيون ايه بقى، لكن لا بيشوف بالليل ولا بيشوف بالنهار اخطاء النادي الاهلي.